السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. ترتيب مجموعات تصفيات كأس آسيا للناشئين اللي هم تحت 17 سنة أو تحت 16 سنة على حسب ما تسميها، سميها 2022 المؤهلة لكأس آسيا للناشئين اللي هيقام مش عارف امتى بالظبط بإذن الله تعالى، لكن بعد التصفيات ما تخلص أو في آخر يوم هقول لك كأس آسيا هيكون امتى بإذن الله تعالى. طيب احنا عندنا 10 مجموعات بتأهل المركز الأول من كل مجموعة زائد الدولة المضيفة زائد 5 منتخبات هيكونوا في افضل مركز المركز الثاني، تمام كده؟ طيب اليوم الاربعاء 15/10/2022 الصين فازت على كمبوديا 9-0، ماليزيا تعادلت امام غوام 1-1. خلينا نشوف كده لو في اي حاجه ممكن نشوفها عن الحاجات دي. استراليا ماليزيا تعادلت امام غوام 1-1، تايلاند فازت على نيبال 3-0، استراليا فازت على جزر ماريانا الشماليه 23-0، فوز كبير. اليمن فازت على بوتان 8-0، ايران فازت على لاوس 3-0، بنجلاديش فازت على سنغافوره 2-1، فيتنام فازت على تايوان 4-0، بروناي خسرت من اوزبكستان 0-14 او 14-0 لاوزبكستان، اليابان فازت على تركمانستان 7-0، هونغ كونغ خسرت من كرغيزستان 1-2، اندونيسيا فازت على الامارات 3-2، عمان فازت على البحرين 2-0، منغوليا خسرت من طاجيكستان 0-3، السعوديه فازت على المالديف 9-0، العراق تعادلت امام اليابان لبنان 0-0، الاردن فازت على الفلبين 3-1، الهند فازت على الكويت 3-0. هو احنا متوفر عندنا اعتقد اهداف السعوديه فقط، لان السعوديه هي اللي موجوده هنا في هذا الموقع، اهداف السعوديه موجوده معانا. هقول لك اللي سجلوا اهداف بالنسبه لمنتخب السعوديه للناشئين اللي هو تحت 17 سنه او تحت 16 سنه. التسع اهداف اللي سجلتهم السعوديه: طلال ابو بكر حاجي في الدقيقه 22، نواف بدر الجناحي في الدقيقة 29، رامز عبد العطار في الدقيقة 36، رامز عبد العطار في الدقيقة 38، رامز عبد العطار هاتريك في الدقيقة 55. عندنا أيضا جازوب مسلط الزفير في الدقيقة 63، زياد صابر عياش هبة الله في الدقيقة 65، فارس يوسف أحمد في الدقيقة 79، ونواف بدر الجناحي في الدقيقة 81 سجل هدف التاسع. عامة متابعين الكرام دي كانت نتائج مباراة اليوم. دلوقتي خلينا نتعرف على ترتيب المجموعات ثم نتعرف على ترتيب الهدافين. متابعين الكرام، من اول المجموعة الاولى لحد المجموعة العشرة لحد المجموعة الخامسة هما 5 منتخبات في كل مجموعة. من اول المجموعة الستة لحد المجموعة العشرة 4 منتخبات فقط. طيب عندنا المجموعة الاولى اليابان المركز الاول بست نقاط من مباراتين، الاردن المركز الثاني باربع نقاط من مباراتين، تركمانستان المركز الثالث باربع نقاط من 3 مباريات، سوريا المركز الرابع بنقطتين ومن مباراتين، والفلبين المركز الخامس والاخير بدون نقاط من 3 مباريات. نيجي للمجموعه بي، المجموعه الثانيه تضم اندونيسيا المركز الاول بست نقاط، الامارات المركز الثاني بست نقاط، ولكن اندونيسيا لعبت مباراتين والامارات لعبت 3، ماليزيا المركز الثالث باربع نقاط من مباراتين، غوام المركز الرابع بنقطه من 3 مباريات، وفلسطين المركز الخامس والاخير بدون نقاط من مباراتين. متابعين الكرام، المجموعه سي الثالثه تضم عمان المركز الاول برصيد 6 نقاط من مباراتين، قطر المركز الثاني باربع نقاط من مباراتين، البحرين المركز الثالث اربع نقاط من 3 مباريات، العراق العراق المركز الرابع بنقطة واحدة من مباراتين، ولبنان المركز الخامس الاخير بنقطة واحدة من 3 مباريات. متابعين الكرام، نيجي المجموعة دي الرابعة تضم السعودية المركز الاول بست نقاط من مباراتين، الهند المركز الثاني بست نقاط من مباراتين ايضا، الكويت المركز الثالث بست نقاط من 3 مباريات، ميانمار المركز الرابع بدون نقاط من مباراتين، والمالديف المركز الخامس الاخير بدون نقاط من 3 مباريات. المجموعه الخامسه بقى فيها 4 منتخبات، المركز الاول اليمن بثلاث نقاط من مباراه واحده، كلهم لعبوا مباراه واحده في الجوله الخامسه في المجموعه الخامسه، بنجلاديش المركز الثاني بثلاث نقاط ايضا، سنغافوره المركز الثالث بدون نقاط، وبوتان المركز الرابع الاخير بدون نقاط. المجموعه اف السته ايضا لعبت جوله واحده، فيتنام المركز الاول بثلاث نقاط، تايلاند المركز الثاني بثلاث نقاط، النيبال المركز الثالث بدون نقاط، وتايوان المركز الرابع الاخير بدون نقاط. المجموعه جي السبعه لعبت جوله واحده، تضم استراليا المركز الاول بثلاث نقاط، الصين المركز الثاني بثلاث نقاط، كمبوديا المركز الثالث بدون نقاط، وجزر ماريانا الشماليه المركز الرابع الاخير بدون نقاط. المجموعه اتش الثامنه لحظه واحده تضم طاجيكستان المركز الاول، طاجيكستان طبعا مجموعه اتش الثامنه برصيد 3 نقاط، تيمور الشرقية ما لعبتش ما عندهاش نقاط، افغانستان المركز الثالث ما لعبتش ما عندهاش نقاط، منغوليا المركز الرابع الاخير بدون نقاط، لعبت مباراة واحدة فقط. المجموعة اي التاسعة تضم ايران المركز الاول برصيد 3 نقاط،
كيرغيزستان المركز الثاني بثلاث نقاط، هونغ كونغ المركز الثالث بدون نقاط، ولاوس المركز الرابع والاخير بدون نقاط. مجموعه جي العشره تضم، لحظه واحده، العشره تضم اوزبكستان المركز الاول بثلاث نقاط، سريلانكا المركز الثاني بدون نقاط، ما لعبتش، كوريا الجنوبيه المركز الثالث بدون نقاط ما لعبتش، وبروني دار السلام المركز الرابع الاخير بدون نقاط. طيب احنا عندنا هنا مين؟ سريلانكا مش موجوده، وفي المجموعه الاتش مين اللي مش موجود؟ تيمور الشرقيه، معرفش بقى مش موجودين ليه في الموقع التاني. على كل حال للاسف ما عندناش هدافين غير لاعبين السعوديه فقط، يعني منطقي لان هم دول الموجودين على الموقع، يعني هم دول لاعبين السعوديه زي ما انتم شايفهم كده. رامز عبد العطار عنده ثلاثة اهداف، نواف بدر الجناحي عنده هدفين، طلال ابو بكر حاجي لا عنده هدفين، وعندنا مين تاني؟ نواف الجدعاني عنده هدفين، وبعد كده كل دول عندهم هدف واحد. اشترك في القناه وفعل زر الجرس اعمل لايك للفيديو، واعتذر ان مفيش ترتيب للهدافين. كان معكم محمد نور الدين، رقم فيديو اخر باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.